طريق سيوة البحريات الواحات البحرية دوت كان قام بتنفيذه جهاز التعمير الساحل الشمالي، تمام، تقريبا 450 كيلو، بتعمل على مراحل برضو، بس التفاصيل الدقيقة للمراحل وتكلفتها يعني جهاز تعمير الساحل الشمالي، تمام. احنا بس يعني خدنا فكرة برضو، طبعا انت عارف ان حضرتك ان ثلاث جهات بتعمل الطرق في المطروح، احنا بنختص في مدير الطرق هنا بعمل الطرق الداخلية، الطرق الداخلية والشوارع الداخلية في المدن والقرى والنجوم، لكن الطرق العامة اللي هي الأطوال زي الطريق الساحلي او طريق الواحات، دي الطريق الواحات ده كان تم انشاؤه وتنفيذه على مراحل، وكان بيموله او بيشرف عليه جهاز تعمير الساحل الشمالي. تقريبا تم التامين مفتوح للموضوع. مشروعات المديريه طبعا بتشرف على اعمال الطرق الداخليه بالمحافظه، خط المحافظه بتقوم بعمل المعاينات ومؤسسات الخطه، وبتساعد في طرحها طبعا مع الجهات المنوط بها هنا الطرح الشؤون الماليه بالمحافظه، تمام، والاشراف عليها طبعا وتسليمها من المولين. خطة السنة دي زي ما قلت لحضرتك إن شاء الله كان الخطة اللي تم طرحها في حدود 60 مليون جنيه على 8 مراكز في المحافظة، وفي جاري دعم الخطة بحوالي 30 مليون جنيه من وزارة الاستثمار، وإن شاء الله ممكن نوصل مع دعم سيادة المحافظ من صندوق الإسكان أكتر من 100 مليون جنيه إن شاء الله، بحوالي 200 كيلو أطوال. 200 كيلو دلوقتي في جميع مراكز المدن والقرى على مستوى المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً لمدينة السلوم مراً لمدينة سيوة جنوباً. الطرق الرئيسيه في المحافظه اللي فيها يعني اصلاحات وبتخص اكبر قدر ممكن من طبعا القاطنين مطروح او الوافدين ليها، الطريق الدولي الساحلي وطريق سيوه طبعا لظروف السياحه والزيارات. طريق الدولي الساحلي بادئ فيه قوات مسلحه حاليا تعمل رفع كفاءه وتطوير وتوسيع للطريق من الكيلو 21 حتى مدينه العالمين، تكلفه حوالي 700 مليون جنيه تقريبا. هيبقى بدل طبعا كل طريق كل حاره حارتين مرتين، هيبقى في ثلاث حارات مروريه لكل حاره، تمام كده، وهيتبع رفع مناسيب الطريق وضبط ميوله وعمل اعمال صناعيه لصرف المياه الامطار اللي بسبب مشاكل اثناء فصل الشتاء واثناء السيول. ده الجزء بتاع الطريق الساحلي من اول الاسكندريه لغايه العالمين. في بعض الاجزاء من الطريق تحتاج صيانه، زي مثلا من مدينه الضبع حتى مدينه فوكا، وقامت الهيئه العامه للطرق الكباري بعمل الصيانه لجزء منها، وجاري حاليا استكمال عمل الصيانه من مدينه فوكا لحد مدينه الضبعه لبرز الطريق الساحلي. طريق سيوه مطروح حاليا تم طرح عمليه لعمل صيانه بحوالي 45 كيلو من الكيلو 30 للكيلو 75، تتبع الهيئه العامه للطرق الكباري بتقوم بتنفيذ اعمال الصيانه شركه النيل لانشاء الطرق، وجاري حاليا عمليه حوالي مثلا 45 كيلو تم تنفيذ حوالي 10 كيلو صيانه، وجاري استكمال عمل الصيانه في طريق سيوه. انما المحافظه بتنشئ الخطه، المحافظه خطه انشائيه بتنشئ طرق جديده. طبعا انت عارف محافظه مطروح محافظه كبيره جدا في مساحه، اكبر محافظه مصر مساحه، من السلوم للحمام حوالي 500 كيلو، اكتر من 500 كيلو على الطريق الساحلي، 300 كيلو جنوبا مثلا لغايه سيوه، مرورا بكل النجوع والقرى والمراكز دي. بنقوم باعمال انشاء طرق داخل القرى داخل المراكز وداخل النجوع. طبعا دي كل طرق انشائيه ديت بتخدم طبعا التجمعات الاهالي العرب والبدو في مطروح طبعا لتسهيل الحركه وتسهيل الخدمات. فاحنا السنه اللي فاتت تم انشاء طرق جديده للسنه اللي انتهت دي بحوالي 250 كيلو بتكلفه 115 مليون جنيه تقريبا. السنه دي مستهدف نعمل حوالي 200 كيلو بتكلفه 100 مليون جنيه. دي طرق انشائيه جديده طبعا في تنتشف ربوع المحافظه بالكامل، كل القرى وكل المراكز بتستفيد بيها. الخطه اللي حاليا جاري انشائها حاليا السنه دي والسنه اللي فاتت كلها بتمويل بنك الاستثمار جزء منها، والجزء الاغلب والاكثر من صندوق خدمات المحافظه وصندوق الاسكان وتمويل المحافظه. طبعا خطه استثماريه، خطه استثماريه اللي زي كل محافظه تاخد جزء. طبعا خطه استثماريه بتبقى مثلا طبعا لو بصينا لحجم النفاق ما تمثلش 10% من اللي بيحصل. يعني السنه اللي فاتت مثلا تقريبا سياده المحافظ كان الخطه حوالي 90 مليون جنيه من بنك الاستثمار في كل المجالات كهرباء وميه، وصلت استفادت اكثر من 600 مليون اللي اتنفذ على الفعل فعلا. مرافق من قطاع الطرق وقطاع الكهرباء وباقي قطاعات الخدمات التنميه وصلت 600 مليون جنيه، وده رقم طبعا يعني صعب.